أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أرقام وأبراج. أوجه لكم تحية من ولاية ميشيغان الأمريكية ومن خلال شاشة قناة الماس الفضائية. أهلا ومرحبا مرة أخرى مشاهدينا الكرام. الاتصال في هذا البرنامج والمشاركة يرجى الاتصال بالرقم الظاهر أسفل الشاشة 248-957-8310. مشاهدينا الكرام، كما عودتكم نبقى الآن مع حركة القمر. في تمام الساعة 8:30 تقريبا انتقل القمر من برج العقرب المائي إلى برج القوس الناري. راح يبقى في برج القوس غدا الخميس والجمعة، ثم ينتقل ليكون السبت والأحد في برج الجدي الترابي، ثم ليكون الاثنين والثلاثاء في برج الدلو الهوائي. إذن أعزائي المشاهدين، هذه هي حركة القمر. نبقى أيضا مع حركة الكواكب. بتاريخ 13/3 راح ينتقل كوكب عطارد من برج الدلو الهوائي إلى برج الحوت المائي. راح يبقى في برج الحوت المائي لغاية 30 من الشهر الحالي، يعني 30 مارس. وطبعا عند انتقال كوكب عطارد وبحركة أمامية هو حاليا إلى برج الحوت، راح يشعر مواليد برج الحوت أنه أفكارهم تفكيرهم دينشط أكثر، ويحبون أن يجرون اتصالات مع الناس، ويطلعون بسفرات قصيرة أو سفرات بعيدة، وأيضا راح يحبون أن يطالعون أو يأخذوا لهم كورس أو يدرسون شيء، وراح تزداد عندهم حب المعرفة والمطالعة. مشاهدينا الكرام، عندنا رقم الأستاذ سام عربو. تاريخ ميلاده هو 22/4، أنا ما راح أذكر السنة. نقول له الأستاذ سام عزيزي، أنت من مواليد برج الثور الترابي. أرقام الحظ لك هو 4 و6 وأيضا 4، يعني 4 مكررة مرتين. أنت كواحد مواليد برج الثور الترابي، بدت السنة الماضية من جولاي لهالسنة أغسطس سنة الحظ لك بالعقارات أو تبديل مسكن أو مثل شراء محل أو أي شيء، على الأقل إذا ما صار مثل تبديل أثاث أو تصليح أو ترميم في العقار. وعندك رقم الجمال ورقم الفن، وانت حياتك مفاجآت، وانت تفاجئ الآخرين بتصرفاتك. مجد ومثابر، خطواتك بطيئة. عندك رقم القيادة ورقم، عندك مكرر رقم الملوك مكرر مرتين، ودائما الناس تدخل بحياتك فجأة وتطلع فجأة. وعندك إحساس جدا قوي باعتبار أنه رقم 4 مكرر مرتين عندك، وأيضا رقم 6 أيضا يعطيك رقم الإحساس. وهادئ مثل ما ذكرنا بخطواتك، بطيء، لكن أنت تعرف وين تحط رجلك، وتحب الأكل الجيد، تنتبه بصورة خاصة على منطقة الغدد واللور باك، الرقبة، هذه نقطة الضعف عندك. وهالسنة من أغسطس إلى أكتوبر 2016 راح تفرح بولد من أولادك أو بنت من بناتك، راح تفرح بهم، راح يحقق لك يعني فد شيء راح يصير عنده، إما مناسبة أو شيء مهم تفرح به، وأيضا بالعاطفة والمال. وأنا أوجه لك تحية خاصة جدا أستاذ سام عربو، وإن شاء الله دائما تكون في مناصب أعلى وأعلى، ودائما أنت هادئ ورايق ومن نوع بيتوتي، وتحب العائلة والعائلة لها مكانة خاصة يمك، وأيضا من نوع أنت كاتم للأسرار، ويعني أحيانا أنه يعني تكون لوحدك، ما أعرف هذا عملك بس هو مو لين عملك، هذا لين وجود عندك رقم أحيانا يخليك دائما وحدك. شكرا جزيلا على ثقتك بهذا البرنامج، ومرة أخرى يا أستاذ سام عربو أوجه لك تحية مرة أخرى،
وممنونة أنا وإدارة القناة. معنا أعزائي المشاهدين رقم آخر، أنا آسفة من المتصلين شوية راح أطول، من الأردن. هذه الحلقة بينا أنه كثير ناس تشاهدنا من الأردن، والسيدة نازي صنبر، تاريخ ميلادها 2/8، ما راح أذكر السنة. نقولها للسيدة نازي صنبر، أنت حبيبتي أولاً أشكرك على متابعتك للبرنامج، وأنت مواليد برج الأسد الناري، أرقام الحظ 1 و2 و8، حياتك هي ما تخلو كانت من المتاعب، أي شيء تأخذيه بالتعب والجد والمثابرة، وأنت كريمة جداً وأنيقة جداً، وكواحدة مواليد برج الأسد وتهتمين للمجوهرات، الأشياء اللماعة مثلاً الشعر الأصفر، اجتماعية، كريمة جداً جداً مثل ما ذكرنا. والسنة بدأت من 2014 ذيك السنة من جولاي إلى أغسط 2015، هذه سنة الحظ لك، إن شاء الله تحققين الأشياء اللي ما استطعتي أن تحققيها بحياتك. ومرة أخرى شكراً لك ولجميع أهل الأردن اللي يتابعون هذا البرنامج. وانت احيانا مرات تحبين التفاصيل، مرات ما تحبين، وتنتبهين بصوره خاصه على منطقه العمود الفقري وايضا على منطقه دقات القلب. اعزائي المشاهدين ناخذ اتصال. الو، معانا. الو. الو، مرحبا. مرحب استاذ صافي من ميشيغان، تفضل. عيني شلون؟ زين الحمد لله. انا زين، انت شلونك عزيزي؟ انا الحمد لله، الله يخلي سنة طول عمرك. وعمرك يا ربي. مواليدي 3/1/1968. 3 يعني مارش ولا؟ مارش. مارش. أولا هابي بيرثدي تو يو. ثانك يو. أي سنة؟ 1900؟ 1968. نعم. ولادتي كانت بين 12 و1 بالليل. بين 12 والوحدة بالليل؟ يعني تريد تطالع؟ يا. نعم. أنت عزيزي من وليد برج الحوت المائي، وأرقام الحظ 1/7. نعم. وواحد مر الأخ، يعني أنت شخصيتك كلش قوية وما تحب هالقد التفاصيل اللي مو ضرورية. نعم. تنتبه بصورة خاصة على منطقة القدم، يعني القدم الرجل وأصابع الرجلين، هاي هي تكون نقطة الضعف، أحيانا يعطيك المعدة. بس خلي أشوف طالعك. أي نعم. أقول طلب من عندي لو سمحت، يعني في يوم لو يعني معلومة. نعم. مثلا كل رقم شي يمثل، مثلا 1 شي يمثل، 2 شي يمثل، 3 شي يمثل، يعني مثلا بعيني. يعني إيه بعيني يوم ما أعرف، يعني هذا طلب. نعم. هسه أنت عندك رقم 1 مكرر. يعني ورقم شي يمثل الواحد. الواحد أنت كريم ويعطيك الكرم، وعندك رقم 7. 7 هو نبتون يحكمك، رقم 1 هو رقم الشمس. نعم. نعم. فأنت كلش حساس وتحب أن يعني ما يعني يعجبك أنت تكون المسؤول، أنت تكون الرئيس مو مرؤوس. دالي. يعني أنت لو تكون رئيس أو مسؤول أو بوز بالعمل تبدع، بس من تكون مرؤوس يعني جيت جوا إيد أحد ما تبدع مثل ما تكون أنت مسؤول. ده تعرف شلون؟ نعم. نعم أنت هالشكل، حساس وعاطفي جدا، تحب تحب الشوكولاتة، وحالم ورومانسي وخيالي. نعم. يعني دائما أكثر الشعراء وال يعني يكتبون القصص، تعرف اللي يكتب قصة والشعر يروح بالخيال، فأنت حالم ورومانسي وعاطفي كلش، وانت تحب يعني الحب الروحاني وليس الحب الروحاني يأثر بيك اكثر من الحب المادي. انت هالشكل. نعم. هالسنه بدت من 2014 لك بالمهنه بالعمل والصحه زينه لك لي اوغست، ومن هالسنه من اوغست الى
أكتوبر 2016 سنة الحظ لك من ناحية شراكة العمل والعاطفة، كلش حلوة عليك. أنت الأوغست نعم من الأوغست بالعمل والصحة. بلى. من أوغست لأكتوبر 2016 بشراكة العاطفة والعمل. أنت عزيزي صافي طالعك برج الجدي. جدي. نعم، فمن طالعك برج الجدي أنت تزوجت لو بعدك ما تزوجت؟ تزوجت. تأخرت بالزواج لو بسرعة تزوجت؟ تأخرت. تتأخر لأن معلومة اللي طالعة الجدي يتأخر بالزواج، الجدي أو الدلو ذولا يتأخرون بالزواج. نعم، فما دام طالعك الجدي شوية يعني هالسنة بليز تدير بالك من دا تعمل بالمؤسسات الكبيرة، يعني مؤسسات كبيرة مثل يعني أي شركة كبيرة، أي مؤسسة كبيرة، دير بالك لا توقع بمشكلة، فكون حذر يعني بدون ما تعرف ما تشوف نفسك إلا صارت عندك مشكلة. يعني هالسنة 2015 أكثر شيء هذه تكون عندك شوية صعبة عليك بهالناحية. الحلو عليك أنه من طالعك الجدي من أوغست لأكتوبر 2016 ممكن أن تسافر سفرة العمر، يعني سفرة حلوة. ومن جولاي السنة الماضية لأوغست هالسنة ممكن أن يدخل مال على إيدك من أثر تعويض، أو عندك قضية بالمحكمة، أو مثلا تعويض أو ورث أو أي شيء، أو إذا عندك أوراق إدارية وقانونية ممكن أن سنة الحظ لك لين من طالعك الجدي. نعم، ممكن يعني مثلا واحد يلعب يجرب حظ اللوتو أو شيء مثلا، ولا لا ما دخل؟ هي هاي الأرقام هي أرقام الحظ لك. نعم ممكن، يعني دائما حاول تلعب على رقم واحد أو عشرة أو مية، لأن إحنا يمنا الأرقام تبدأ بواحد تنتهي بتسعة، يعني ما عدنا مية، المية نطبق الصفرين نسوي واحد، مثل 12 معلومة للمشاهدين الكرام، نجمع الاثنين والواحد تصير ثلاثة. نعم، فأنت مثل السبعة، مثل 16 هي سبعة عم رقم الحظ لك، الخمسة وعشرين أيضا رقم الحظ لك، لأن خمسة واثنين سبعة، وهكذا 19 أيضا رقم الحظ لك، لأن تسعة واحد أيضا عشرة. نعم بلد. نعم شكرا يعني العفو. أنت تعرف دائما تفضل رضاء الناس، المهم الناس راضية، ما تحب تكبر المشاكل. شكرا وأمين جدا. نعم معانا ست منى من كندا. ألو ألو، مرحبا ست منى. مرحبا، شلونك؟ الحمد لله أنا زينة، شوكي ست منى تفضلي. الحمد لله، الله يخليك يعطيك العافية. الله يخليك. أريد أخابر على مدبت أختي. نعم. أريد يعني أشوف صحتها، مستقبلها، دراستها. نعم تفضلي. يعني اعطيني تاريخ الميلاد. 10 أكتوبر 2494. أكتوبر 10. نعم نعم. أي سنة؟ 94. Yeah. يعني 1994 الساعة 7 الصبح. نعم 1994 صح؟ yeah. نعم. الساعة كم ولدانا؟ الساعة 7 الصبح. وين هنا؟ 24 هنا بكندا. شنو 1924؟ يعني 1994 94 yeah. نعم. وين ولدانا هنا؟ نعم بكندا. ها بكندا. نعم كندا. وين بونزر؟ احنا بونزر. نعم نعم. هي مواليد برج الميزان الهوائي، ارقام الحظ لها 1 6 1 6 و5. هذه جميلة حلوة، دبلوماسية قيادية حساسة كلش.
اكتوبر؟ اي اكتوبر يا 11. نعم شهر 10 اكتوبر. اي شهر 10. نعم اي. اي اكتوبر 24 يا. اكتوبر 24؟ نو 10. نو شهر العاشر و 24. 24 اوكي. لان انا قلت لي 10 اكتوبر اول مره صح؟ نعم وهي كذبت لي يا غلط. نعم نعم هي قريتها غلط. اوكي حبيبي مو مشكله. بنت اختك مواليد هسه تغير عندنا. مواليد برج العقرب المائي. نعم. وايضا جميله هم عندها رقم الجمال. ارقامها هسه اعيدها بليز حتى لا نرجع نعيدها مره الاخ. 1994 شهر 10 اكتوبر يوم 24 صح؟ نعم. هي حبيبتي شنو اسمها؟ سلطانة. سلطانة الله حلو اسمها. شكرا. وهي سلطانة طبعا اسمها سلطانة وهي سلطانة من ارقامها. ارقامها ما شاء الله أرقامها 3 و6 و9 تعتبر محظوظة باعتبار أن وجود رقم 3 عندها. يعني حتى لو تقول أنا ما محظوظة بس بآخر لحظة الحظ ما يتخلى عنها. جميلة وذكية جدا وتحب العائلة كل شيء ولا أحد يمس بعائلتها. تدافع عن العائلة بشكل قوي. شوية تنتبه هالسنة على الفلوس اللي تدخل على إيدها شوية يعني داخلة رأسا تطلع راح تشوف نفسها ما مسيطرة على فلوسها. نعم. الحلو عندها أنه هذيك السنة من جولاي إلى هالسنة إلى أغسطس أنه سنة الحظ إلها بالعمل باعتبار أنه كوكب المشتري موجود في برج الأسد الناري. يعني من جولاي سنة 2014 لو ما كان عندها عمل كان لقت عمل أو إذا كان عندها عمل تشوف المسؤولين يرفعوها أو يشيدون بيها ويمدحوها ويكافئوها. نعم. وهي من نوع يعني تسافر تشوف بلدان كثيرة وأيضا إذا رادت تأخذ شهادة عليا ممكن أن تحصل على شهادة عليا وتبدع هي بالعمل. بس أريد أشوف طالعها شنو. قلت لي الساعة 7 صباحا صح؟ نعم. وهي طالعها برج الجوزاء. يعني هي من نوع قلبها كلش طيب. يعني أتمنى ما تكون مثل يعني من نوع تحكي لكن ما تأذي أحد. مع العلم أنه العقرب يكون كتوم لكن هي هذه شوية يعطيها مرات من تتكلم لكن فقط كلام ما عندها أذية على أحد. وأتمنى لها الحظ السعيد. تنتبه على حساسية الجلد ومنطقة الأسنان جلدها يكون حساس والدورة الدموية مالتها هذه هي نقطة ضعفها. وإن شاء الله إحنا نقول نقطة ضعف بس يعني مو شرط الإنسان يكون مصاب به. نعم نعم. يا أهلا وسهلا الله يخلي لي السلطانة. ما أقدر أقول غير واحد والله العظيم. تعرفين يعني عندنا اتصالات هواية وأنا عندي ما يخاف تتصلين بي مرة الأخ لأن أنا عندي أيضا أريد أهن. تعرفين يوم 8 بالشهر يوم الأحد كان عيد المرأة العالمي فأريد كل نسوان العالم يكونون بخير مو أي فأريد شوي أذكر بعض صفات امرأة كل برج حتى شوية ننوع بالبرنامج. نعم. أعزائي المشاهدين أولا عيد سعيد لجميع نساء العالم. وطبعا هي المرأة هي الأم والأخت والزوجة والعمة والخالة والبنت والحفيدة وبنت الأخت يعني إلى آخره. فالمرأة هي نصف المجتمع احتفل العالم عفوا يوم الأحد عيد المرأة العالمي. أريد بصورة مختصرة أعطي فكرة عن صفات امرأة كل برج مع العلم أنه طبعا هذه صفات عامة
لكن مثلا مرات يتدخل تاريخ الميلاد، يتدخل الطالع، تتدخل توزيعة الكواكب. فأحيانا مثلا نشوف أنه مثلا نقول أنه هي برج الميزان رومانسية، لكن يكون كوكب الزهرة موجود في برج العذراء، فهذه ولو تكون ميزان تكون مو كلش مثلا رومانسية، أو مثلا تكون برج الدلو وطالعها يكون مثلا برج الثور. فيعني راح أجي على صفات مثل برج الثور هي بطيئة الحركة، لكن برج الدلو هي حركتها ديناميكية. فهذه الصفات مثل ما ذكرنا صفات عامة. نجي راح أوضحها برج برج. الحمل صريحة، قلب طيب، استقلالية، جريئة، تحب أن تتسلط الأضواء عليها. لو حبت إنسان صعب أن تتخلص من عنده. نجي الثور، صبورة، تتحمل المسؤولية، عنيدة، تحب الزهور، يعني لأنها ترابية مثابرة وتعتمد على نفسها عند الشدائد، وعنيدة وغيورة وتحب الفن والجمال. نجي على الجوزاء، مرحة، اجتماعية، جذابة، ذكية جداً، عصبية، تكره الروتين ومتقلبة بأفكارها، وممكن أن تقع في الغرام أكثر من مرة. هل قد ما قلبها طيب الجوزاء؟ نعم. نجي على السرطان، مزاجية، تطبع، تنتبه لحاجياتها، يعني تتبع على أغراضها وممتلكاتها، ليست اجتماعية طبعا، وبحاجة لحد يدعمها حتى تسوي الشيء اللي تريده. و الوالدة إلها معزة كلش خاصة يمها. نجي على الأسد، طبعا اجتماعية، أنيقة، تحب المجوهرات، والأناقة عندها أهم شيء، كريمة جدا وتحب كلمات الإطراء، يعني واحد يمدحها مو غلط، واحد يمدح إنسان إذا بيها الشيء، مثل الأسد، امرأة أسد كريمة، مو غلط أنا إذا أقولها والله أنت كريمة. نعم. وصريحة وتحب الأضواء وما تقع بالغرام بسهولة. نعم. وتتعامل مع الناس بكرم وسخاء. نجي على امرأة برج العذراء، تحب العمل، منتقدة، وتفضل الرجل، يا رجل اللي يوفر لها كل شيء، يعني مثل خليها قاعدة بالبيت ومتوفر عندها كل شيء، أفضل منه مثلا يقعد يقولها بالله أحبك وهذه وما أدري شنو. لا، تفضل أن يوفر لها حاجياتها، وشوية اقتصادية وتعتمد على نفسها. نجي على الميزان، تجمع بين الأنوثة والصلابة، دبلوماسية، عاطفية. المال هو لديها وسيلة وليست غاية، وإذا أحد مس كرامتها فتنقلب وتصير إنسانة أخرى. نجي على امرأة برج العقرب، حاسة السادسة عندها كلش قوية وتحب عائلتها كلش، وما تعبر عن مشاعرها بصراحة، من نوع تكتم مشاعرها، وإذا حد مس فرد من أفراد عائلتها تشوفها تقوم تدافع عليه، ومثل ما ذكرنا من نوع تخفي مشاعرها الحقيقية. نجي على برج القوس، صريحة إلى حد التهور، يعني عصبيين برج القوس، صريحين، ورأسا نشوفهم يقبون بوش الواحد وبعدين ما يتذكرون كل شيء ويتندمون. نعم. ويرجعون يحشونوا إلى الشخص اللي قبوا عليه وعدوله وصفوله، لأن يعني مو بيدهم. نعم. ويحبون النظام والمعرفة والاطلاع على كل شيء والسفر والترتيب، وأكبر عدو لهم الغبار. نعم. وما تحب المراوغة، وربت بيت ناجحة. لكن أحياناً بعض مولد برج القوس واللي منهم أنا ما مرتبين، لأن طالعنا غير شيء. نعم. مثل ما قلنا هذه صفة عامة. نعم. الجدي، واقعية، مجدة ومثابرة، وتشبه العذراء نوعا ما بس مو بكل التفاصيل. وإذا زعلت من شخص طبعا تأخذ لها فترة طويلة إلى أن يعني تصفح عنه، لكن ما تنسى. وتحب الألوان الداكنة وتتحمل المسؤولية وتحافظ أيضا على أفراد عائلتها،
وتقع في الغرام مرة واحدة وما أعتقد تكررها. إذا كررتها يعني هذه 1% من نساء برج الجدي يكرروها. نجي على برج الدلو، اجتماعية لطيفة المعشر، جميلة تكون وحريتها واستقلالتها أهم شيء في حياتها، تحب الأصدقاء، والمال في نظرها لا يلعب دور مهم وأساسي، نعم، وما تعرف المراوغة لا يمين ولا يسار، رأسا دايركت، واللي براسها براسها، نعم، وما تعرف تعبر عن مشاعرها، نعم. نجي أخيرا برج الحوت، حالمة ورومانسية وشفافة وتعطف على الفقراء والمساكين، نشوف فقير مسكين تحاول أن تتحمل مسؤوليتهم، وإدها الحب الروحاني هو أهم شيء في حياتها. طبعا إحنا نعرف أن الروح باقية ليست كجسد فاني، فهي من نوع حبها روحاني وصعب أن تتخلص من حبها، وإذا حبت بعدها هي يعني تكون كلش ملتزمة في هذا الحب، ودائماً تحب الرجل أن يعبر لها بمشاعره وأحاسيسه ويعبر يكون رومانسي معها. أعزائي المشاهدين، مثل ما ذكرنا هذه حالة عامة، يلعب تاريخ الميلاد ومواقع الكواكب والزوايا الموجودة أثناء الولادة والاسم أيضاً في شخصية كل امرأة. مرة أخرى عيد سعيد لجميع نساء العالم وإلى والدتي بالأخص. ألو، معنا اتصال. ألو، بان. ألو، تانيا، عفوا، ألو، دانيا، نعم، أهلا وسهلا، شكرا حبيبتي ومساكي بالمهلي. أولا أنا آسفة طولت عليك، بس يعني حبيت أهنئ المرأة، نعم، بعيدها، نعم، ست دانيا، صح؟ دانيا؟ دانيا، أنا من مواليد 23/1/1977. نعم. هسا كنت بحكي على صفات مولودة برج الدلو الهوائي. أنت حبيبي ست دانيا من مواليد برج الدلو الهوائي، أرقام الحظ 9 و4. ايوه، ارقام الحظ لك هو، بس اعيده، 4 و7 و9. ف 4 و7 و9 هذه تكون الارقام بالاي دي سوشيال سيكيورتي، بالباسبورت، بالتليفون نمبر، بالكار نمبر، اما ثلاثتها او واحد منها او اثنين منها، نعم. فباعتبارك واحدة من مواليد برج الدلو الهوائي، تنتبهين على الني الركبة والساق الأسفل الركبة، هذه نقطة الضعف عندك، وأحيانا منطقة العمود الفقري بالظهر، هذا يعطيك من البرج المقابل. أنت ست دانية تكونين كواحدة مواليد برج الدلو، نساء الدلو جميلات جدا، لطيفة المعشر، كريمة مثل ما ذكرنا هسه، المال هو يعني ما إلى شيء مهم، يمكن تعشقين حريتك، ما تحبين أحد يضغط عليك، تسافرين في حياتك، تشوفين بلدان كثير، كان مفروض معاك شهادة عليا، وإذا ما أخذت الشهادة العليا هي قدامك، متى ما تأخذيها إن شاء الله تأخذيها. أنت ما تحبين اللف والمراوغة، تحبين ستريت، نعم، وعبقرية بالعمل، يعني لما تشتغلين شغلة، معروف عن مواليد برج الدلو أكثر العبارقرة في العالم هم مواليد برج الدلو، أو طالعهم الدلو، أو عندهم أرقام يعني رقم 4 مكرر. ذكرنا قبلها الأستاذ سام عربو، هو عنده رقم 4 مكرر مرتين، أكيد عبقري في العمل. أنت أيضا عبقرية في العمل وتبدعين، حساسة جدا جدا جدا، لأن عندك رقم الإحساس، ومن نوع تحبين الأصدقاء، تحبين أنت تصرفين تبذغين على الناس، يعني نادرا ما تعتمدين على مصاري الآخرين، دائما تعتمدين على جيبتك، وتتأخرين في الزواج ولو تزوجتي بكير يعني، أو تتأخرين أو تأخذين إنسان غريب عليكي
أو أكبر منك سنا. نعم هذا يكون نعم هذا يكون نعم. هالسنة حلوة عليك، بدأت من جولاي 2014 في شراكة العمل والشراكة العاطفية، والسنة هالسنة من أغسطس لأكتوبر 2016 حلوة عليك بالأوراق الإدارية والقانونية، والمبلغ من المال يجي على إيدك من ورث من تعويض، أو عندك ورقة في محكمة مهمة إن شاء الله تحصلين عليها إن شاء الله. بس اللي أريده أنه السبت والأحد تتبهين شوية على صحتك، باعتبار أنه القمر حيدخل على برج الجدي الترابي شوية يتعبك، يعني حاولي أنه تمشين بأعمالك مثل ما هي، لا تبادرين بمبادرة جديدة إلى يوم الاثنين إن شاء الله، راح يكون جدا جميل عليك الاثنين والثلاثاء. نعم أيوة. وعطارد دخل على برج الحوت مثل ما ذكرنا بداية الحلقة، راح إن شاء الله بالمال إلك، والشمس أيضا في برج الحوت إن شاء الله لي 23 المال إن شاء الله يكون منيح معك. نعم شو ردي تسألي؟ بس بدي أسألك، بدي شوف التوافق بيني بين زوجي. نعم معلش زوجي مواليده 3/1. بس قولي لي جوزك، جوزك غريب عليكي ولا أكبر منك سنا فرق بالعمر؟ نعم غريب وأكبر. نعم نعم يكون هيك. نعم شو هو تاريخ ميلاده؟ 3/1/1961. نعم يعني جانيوري صح؟ ولا جانيوري؟ ولا مارش ولدان؟ لا لا موجود يعني بس بدي شوف التوافق بيني وبينه شو. نعم هو ولدان بجنوري لو مارش؟ بجنوري. جنوري نعم. تعرفي لين هون مرات يعطوا الشهر قبل اليوم، فأنا بس أحب أتأكد. ما فهمت عليك. جنوري نعم نعم. هو مواليد برج الجدي الترابي، أرقام الحظ ما شاء الله. أيوة. نعم هو أرقام الحظ هو 3 مكررة مرة و8، وحياته ما تخلو من الجد والمثابرة، مع العلم وجود عنده رقمين 3 شوية عاونته بحياته، ينتبه بصورة خاصة على منطقة الأسنان وحساسية الجلد والركبتين وصداع الرأس، أحيانا يجي عنده مثل صداع النصفي. انت ما تعرفي ساعة كم انت ولدانة؟ انا ولدانة في الساعة 3 يعني بالليل. 3 بالليل وين هون؟ لا بسوريا. بسوريا نعم 3 بالليل. نعم وانت يعني طالعك 3 بالليل. ايوه نعم بس اسمحي لي لحظة، 3 بالليل. أيوة نعم. وانت طالعك البرج الجدي، فهو طالعك، مع العلم مفروض الجدي يتعب برج الدلو، هو يتعبه، لكن برج الدلو ما يعرف أنه لو وقع في مشكلة قوية فقط برج الجدي يعطي له اليد ويساعده فقط. فهو برج الجدي وانت طالعك الجدي، المفروض تكون العلاقة ممتازة، ولكن أحياناً تتأفأفين أو هيك يصير عليك انزعاج مثلاً. ليش؟ لأن انت تقدسين حريتك، والجدي شوية يتعبك، لكن مثل ما ذكرنا هو الحيطة اللي انت تستندي عليها لو احتاجيتي الاحتياج القوي جدا، فهو سندك نعم بالحياة، وهو أمين جدا أمين جدا يعني، ودماغ عنده مخططة إلى أن تصل للهدف، ومن نوع يتحمل مسؤولية الآخرين. الله يهنيكم لبعضكم، سلمي لي عليه. الله يخليكي ويخليكي. شكرا حبيبتي. معنا أستاذ محمد من شيكاغو. ألو مرحبا.
مرحب، اهلا وسهلا. انا محمد من شيكاغو. يا اهلا وسهلا. 1988. نعم. اكتوبر، شهر اكتوبر. نعم. 2 نعم. بس اعيد. 2/10/1988 صح؟ صح. نعم. انت حبيبي مواليد محمد من مواليد برج الميزان الهوائي. ارقام الحظ لك، ارقام الحظ لك 2 و6، والاثنين مكرر مرتين، يعني انت جدا بيتوتي. يعني اذا مع العلم الميزان يحب الطلعة وعشرة الناس واللطافة، لكن انت ايضا تحب قاعدة البيت. يعني اذا احد ما يقول لك امشي نطلع او نروح نجي، مو ضروري دائما تكون برا. انت هالشكل. صح. نعم. والوالدة إلها معزة خاصة الدبل، مو الدبل، 3 مرات. يعني احنا كنا نعز والدتنا، واللي عنده رقم 2 او مواليد برج السرطان او طالعهم السرطان، الوالدة إلها مكانة خاصة. لكن انت الرقم 2 مكرر عندك مرتين، كلش إلها معزة خاصة يمك. الوالدة او اي امرأة كبيرة بالسن، الخالة، العمة، البيبية، وانت يعني تميل للنساء الكبار، تحب انه تساعدهم وتعاونهم، وتحب التفاصيل جدا، من نوع كلش تحب التفاصيل وكلش حساس، ومن نوع ما تفضل ان تدخل بالاماكن الضيقه الظلمه لوحدك. وتحب دائما انه اكو يكون انسان يدعمك، حتى يعني تحب دائما واحد مثلا يشجعك حتى تنجز العمل اللي بيدك. ولطيف المعشر ودبلوماسي. والمال عندك مثل ما ذكرنا هو فقط يعني وسيلة وليس غاية. نعم، يعني وسيلة تحقق به، مثلا تأكل به تشرب به، مو غاية لجمع أو تكديسه. انت هالشكل تتبه بصورة خاصة على منطقة اللور باك ومنطقة الكلاوي والأجهزة التناسلية، هذه المنطقة الضعيفة عندك، وأحيانا المعدة والأمعاء، أحيانا يعني الدورة الدموية. نعم. ومثل ما ذكرت لك ممكن. نعم. وأنت جميل للعلم، الموضوع مثلا زواج الرزق في شيء. أنت جميل ووجهك دائري على موضوع الزواج وشنو الرزق. تمام. نعم. 2010 كان 2011 كانت حلوة عليك بالزواج، يعني لازم جتيك فرصة كلش حلوة. يعني 2010 من شهر ال 12 لشهر السادس 2011 لازم مر عليك فتشي، يعني مثل خطوة رادة تصير أو علاقة أو شيء، ما مر عليك شيء؟ أنا متأكدة 100%. لا وأنت صحيحة 100%. نعم نعم. فهذه كانت فرصة العمر. إن شاء الله ترجع هاي الفرصة هسه، اعتبارا من 23 هذا الشهر. ها عيني الشمس راح تدخل على برج الحمل الناري، إلك هو بيت الشراكة والعاطفة، وهذه ممكن شهر كامل. وهسه حاليا صار أسبوعين الزهرة موجودة أيضا بالحمل، لكن كنت أتمنى مثل الزهرة يعني تشجع الواحد على الحب أو يقع بالغرام النظرة الأولى، لكن أنه إذا كان عندك شيء أو مثلا محبين، أتمنى أن اليوم وباكر معلومة لكل أعزائي المشاهدين، أكو زوايا كل الصعبة بالكون، يعني لي باكر إن شاء الله تفض على خير. يعني واحد إذا يسمع كلمة خلي يعبرها، وأتمنى ما تصير حوادث أو أشياء بالعالم، لأن أكو تقابلات ويا بلوتو أورانوس ومريخ زوايا شوية صعبة. فأنت إذا عندك أحد مثلا تخابره أو يخابرك تحكي وياه اليوم مباشر، شوية طول بالك، شوية طول بالك. وعلى الرزق، على الرزق السنوات الثلاثة الماضية كانت شوية صعبة عليك بالمادة، الداخل طالع أو مثلا تشوف مدى يبقى في لزبيدك. هسه عدى هالموضوع لأن كان زحل موجود ببرج العقرب، وإن شاء الله رزقك في أمان إن شاء الله.
وراح يدخل ان شاء الله مال على ايدك ان شاء الله محمد. يا امي يا امي يا امي انا سويت 3000 بالشهر، بس 3000 مالي من 20 سنت مو زرفان قلبي. شلون؟ الو شنو؟ شو تسوي؟ اوكي ممكن اسال صديقي هو الرومات مالتي وقاعد يمي مواليد 78 يمكن تعرف عندنا اتصالات ما ادري اشوف الاستاذ مخرج شو يقول. عندنا يعني اتصالات يعني محمد قبل. بس اني ما فهمت شنو الجمله اللي قلتها قبل بليز. ها ايش قلت؟ انت تعرف انت عصامي انت عصامي انا عصامي صح عصامي نص الصبح اطلع للمغرب بس ماكو شيء كل شيء هبال. ماني ايش قلت لك؟ عدينا هذا الشيء من الكريسماس عدينا ان شاء الله راح تكون بامان. انت عصامي تبني حالك بحالك. انا قلت لك 3 سنوات اللي فاتت قبل 3 سنوات يعني 2009 و10 و11 كانت صعبة عليك. خسرت شخص أظني فارقته يعني فراق نهائي، إما سفر أو لا سمح الله شيء آخر. و12 13 و14 كان صعب عليك بالمادة، مو قلت لك الجاي يلا. هسه أنت في أمان إن شاء الله إن شاء الله في أمان، وبعد 28 سنة ما يجي عليك هيجي تعب بالمال بعد 28 سنة إن شاء الله. زين ممكن أسألك عن الرومات مالتي بليز؟ عن شنو؟ شو كان؟ عن شنو؟ الرومات مالتي قاعد صفي وبدأ يقول لي 78 12 11. ما عندنا اتصال. أوكي 12 11 1975. زين محمد شهر 12 لو شهر 11؟ لا شهر 11. أوكي. هذا مواليد برج العقرب، شو اسمه؟ هاي شنو اسمه؟ Can you forget your Can you forget the name? What's his name? Okay, مو ضروري. Okay. I think you know everything. هذا مواليد برج مختصر مفيد، بس راح أنطيك شنو برجه لين عندنا اتصالات. مواليد برج العقرب المائي، أرقام الحظ 3 و9 و3 مكررة مرتين، يعتبر محظوظ ذكي جدا، يسافر يشوف بلدان كثيرة، عاطفي حنون، لكن من نوع ما يبين مشاعره الحقيقية، ويحب العائلة كلش ومرح دائما. وهل 3 سنوات الجاية سنة 2016 ينتبه على فلوسه؟ نعم، لأن الفلوس الداخلة حتطلع، ويعتبر بآخر لحظة الحظ ما يتخلى عنه. شكرا عيني. ألو معنا اتصال، معنا ست هدى من ميشيغان. ألو مساء الخير. مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تفضلي حبيبي. كل عام وانت بخير مناسبة عيد المرأة العالمي. وانت بخير، كل الناس بخير، كل النساء بخير يا ربي. شكرا قلبي. الله يخليك الله يخليك حبيبتي. اريد اخذ الزوجي. نعم. مواليد 1/6/1962 يعني شهر السادس صح؟ اي يوم. نعم. واحد. نعم اي 62. نعم. ومولود هو بالعراق. نعم. ساعجقيت يعرف؟ لا والله ما ادري، يقول يمكن الفجر بس ما اعرف بالضبط. اوكي. اذا لين تعرفين الطالع هو كل ساعتين، ما هو الطالع نعيده اللي ما كان حاضرنا قبل، هو وجود الشمس في منطقة البروج ساعة الولادة. فكل احنا عندنا 12 برج، واليوم هو 24 ساعة، نقسم ال 24 على 12 طبعا تطلع 2، فكل ساعتين يتغير طالع الانسان حسب ساعة الولادة. صحيح. نعم صحيح. نعم هو من مواليد برج الجوزاء الهوائي. وارقام الحظ 1 و5 و7. 1 و5 و7. نعم هو ذكي. أوكي. كلش يحب يتكلم اذا هذا التاريخ صحيح، اذا هو متاكد من عنده. وقلبه كلش طيب ذكي، يحب الأجهزة الإلكترونية، السفر،
مثل الكمبيوتر، اللابتوب، الايباد، التليفون، دائما الاتصال والتواصل، يحب السفرات القصيرة، ما يحب التفاصيل، يدوخ راسه. فأبدا يعني ما تقدرين تحكين ثلاث أربع كلمات يقول لك لا تدوخ راسي، مو بيده، يدوخ راسه هو من نوع، لأن هالقد ما هم أذكياء وحساسين، وهو بالذات عنده رقم الإحساس والخيال والرومانسية، ومن نوع يهتم يعني مثلا يعجبه يشتغل على الكاشير بالبنك بشكل شيء، هذول لو يشتغلوا بشكل أماكن يبدعون بهذا العمل، يعني بالحسابات بهالأمور، وشخصيته قوية، وبالإضافة إلى هو الجوزاء هو ما يحب هواي التفاصيل، لكن هو اجتماعي ويحب يعني متقلب أفكاره، متقلب. بس العصر أم يعني عندني السفر مثلا هاي الأشهر الجاية هو نعم هو شوفي من جولاي هذيك السنة كوكب المشتري دخل وين؟ على برج الأسد الناري. برج الأسد الناري بالنسبة لزوجك البيت الثالث، البيت الثالث هو بيت الاتصال والتواصل والسفرات، أوكي؟ فسنة الحظ إلى إن شاء الله بالسفرات لشهر لي أغسطس، يعني شهر الثامن هاي السنة سنة الحظ إلى، ومن شهر إن شاء الله التاسع هالسنة لشهر العاشر 2016 الحظ يقعد عنده بالعقارات، يعني لو مثلا يشتري بيت جديد او تنتقلون الى بيت اخر او تعمرون البيت، اقل شيء اقل شيء لو ما سويتوا شيء تدخلون اثاث جديد على الاقل مثل نبته مثلا او ديكور جديد. نعم نعم صحيح نعم نعم صحيح نعم. زين ممكن اخذ الي ولا لا؟ والله تعرفين ما ادري استاذ مخرج شو يقول، اذا عندي ازدحام اخليها ان شاء الله غير مره، ما يخالف مشكله. يلا ما يخالف تفضلي. يلا اوكي. انا مواليد 25/9/69. انت ما مخبرتنا قبل؟ لا ابدا لا، لأن هذا الرقم الجوزاء وهذا الميزان مار علي. على ما أعرف يعني جائز تشابه يمكن يمكن. على كل راح أعيد نفس الكلام اللي قلته، أنه الجوزاء يحب برج الميزان. أنت مواليد برج الميزان الهوائي، أي أرقام الحظ وحلوة، أي أرقام الحظ لك 5 و6 و7، ذكية أيضا، لطيفة المعشر، من نوع ما تهتمين هالقد الفلوس، يعني تعتبريها وسيلة وليست غاية، وش قد دبلوماسية ولطيفة المعشر. إذا قلبتي على واحد أو أذاش تنقلبين عليه انقلاب ماكو خلاص بعد، يعني كامل اي كامل صحيح. نعم تنقلبين نعم يعني اللي تقطعين وياه تقطعين، يعني صعب ترجعين، بس ماكو بقلبك شيء، لان قلبك طيب، بس يعني خلص لان مثل جرحك او هذه. نعم هالشكل. وانت حلوه وحساسه مثل ما ذكرنا، ذكيه، وايضا انت تسافرين، خصوصا السفرات القصيره، مو مثلا كلش بعيده، السفرات القصيره دائما الطلعات تحبين هالاشياء واجتماعيه. نعم وفنانة بعمل وحساسة أيضا. شوفي أنت وزوجك تشتركون برقمين، اللي هو 5 و7، بس عبالك والله صدقيني هذا الرقمين جايين علي. على كل عيد سعيد وكل عام وأنت بخير. الله يخليك حبيبي. سلمي لي على زوجك هواية. أشكرك شلين نطيتيني يعني مجال وأخذت يعني مواليدي. على عيني وراسي يا حبيبتي. دللي دللي. الله يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر إن شاء الله. شكرا شكرا قلبي شكرا. ألو معانا ست لولا من فلوريدا. هلو هلو هلا. مرحبا أختي لالا، معك لالا من فيلادلفيا، كيف الصحة؟ كل عام وأنت بخير. وأنت بخير من فيلادلفيا؟ أوكي. نعم عبالي من فلوريدا، اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير وشكرا جزيلا وكل الناس بخير يا لا ربي. لا مش من فلوريدا، لا لا من فيلادلفيا. فيلادلفيا اوكي صلحت المعلومه. نعم اهلا وسهلا بك بكل اهل فيلادلفيا وكل النساء بخير، وايضا كل الرجال كل الاطفال والشيوخ كلهم ان شاء الله يا ربي.
الله يخليكي. والله هالمرة ألو إن شاء الله هالمرة بتصل بس عشان أخويا أحمد. نعم. من مواليد نوفمبر 13 1967. نوفمبر أعيد ست لولا تاريخ ميلاد نوفمبر 13. نعم نوفمبر 13 1967. نعم نوفمبر 13 1967. نعم أحمد أستاذ أحمد هو مواليد برج العقرب المائي يعني سكوربيو وأرقام الحظ إلى هو 4 و9. اثنين وأربعة وتسعة 2 4 9. نعم هو من نوع ذكي جدا يحب الوالدة. الوالدة لها معزة خاصة يمه. الوالدة أو الأخت الكبيرة أي امرأة كبيرة بالسن أو مثل ما نذكر الأنتي الخالة الجدة التيتا مثلا بلغة الأخوان الأردنيين والفلسطينيين المصريين يعني إلها معزة خاصة يمه. وهو كان لازم يتأخر في الزواج وإذا يتزوج موضوع الشغل إذا يتزوج يتزوج امرأة إما أكبر منه بالسن أو غريبة. نعم موضوع العمل العمل شوفي هالسنة سنة الحظ له بالعمل. نعم ست لولا بس لو توطي لي التلفزيون من فضلك. نعم نعم حتى نختصر الوقت. هو من جولاي 2014 دخل المشتري له باعتباره كواحد مواليد برج العقرب المائي دخل كوكب الحظ إلى برج الأسد. برج الأسد له هو بيت العمل والسمعة فإن شاء الله هو باعتباره بالعشرية الأخيرة مواليد برج العقرب المائي إن شاء الله لي أوغست هالسنة إذا ما عنده عمل يحصل على عمل وإذا عنده عمل ممكن أن يترقى ويترفع والمسؤولين يشيدون بعمله وبسمعته ويمتدحوه والله يوفقه. وهو حياته هو حياة أحمد مفاجآت وهو يفاجئ الآخرين بتصرفاته. يعتبر يعني لا عنده رقم حظ ولا عنده رقم المتاعب لكن اللي تعبه لو نجمع ولو أنا ما أحب أدخل بالأسماء بس اسم أحمد هو في منزل الزحل يعني هو يكون مجد ومثابر الأشياء يحصل عليها لازم يجد ويثابر عليها يعني ما يلعب الحظ دور مهم وأساسي يعتمد على نفسه وعلى جده ومثابرته. ومثل ما ذكرنا حياته مفاجآت وهو الناس تدخل في حياته فجأة وتطلع فجأة ويحب ما يعني يعشق حريته ويحب التفاصيل ومن نوع ستريت ما يحب اللف والدوران. أعزائي المشاهدين سلمي لي ست لولا على أحمد وأنا أعتذر ما بقى وقت. أعزائي المشاهدين كوكب عطارد مثل ما ذكرنا دخل على برج الحوت المائي والشمس أيضا في برج الحوت المائي اللي هو كله رومانسية وكل عاطفة ومشاعر وإحساس. أتمنى لجميع الناس زيادة مشاعرهم وحاسيسهم وأشكر الكادر المشرف على إنجاح هذا البرنامج الأستاذ بسام والأستاذ المخرج المبدع أستاذ محمد عزاوي. أتمنى أن يهنؤون نسائهم بعيد المرأة وأهنئ بصورة خاصة السيدة الفاضلة السيدة رويدة حبوش زوجة مالك القناة ووالدتها أيضا وعدد النجوم. أتمنى لكم تحية وسلام.
ترجمة